رسالتنا إلى الأخت والصحفية الزميلة شيرين أبو عقل التي كانت المراسلة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية في جنين والتي استشهدت على مشارف جنين وهي تنقل الحقيقة والحدث. اليوم نحيي ذكراها الأليمة في قلوبنا التي تعتصر نتيجة غدر الاحتلال الذي يقوم بهذه المجزرة وشلال الدم في قطاع غزة. فليس عليه غريب أن يغتال الصحفية شيرين أبو عقل، فهي شيرين مراسلة المقاومين في جنين ومراسلة الشهداء. فحينما أرسلوا لها أهالي الشهداء من قلنديا أن ترسل سلامات إلى أبنائهم يؤكدوا على أنها مفقودة، فقيدتنا، فقيدة الزملاء الصحفيين. فماذا فعلت بنا يا شيرين حينما أنت ذهبت فأبكيت الرجال الرجال؟ اليوم نحيي ذكراك من المسجد الأقصى المبارك وعلى دربك نسير في حماية الطاقم الصحفي المستهدف من قبل الاحتلال. أنا متأكد بأن رسالة شيرين أوجعتهم، وهي أوصلت الرسالة في كل الأحوال ومعظم الحالات، وأنها الثمن الذي دفعته فلسطين تستحق بأن ندفع حياتنا ثمن من أجل نقل المعاناة عن شعبنا. أول شغلة الله يرحم شيرين ويتقبلها، الله ينتقم من اللي كان سبب موتها، وإنه تركنا هذا الفراغ إنه شيرين مش موجودة في الميدان. بس عندي سؤال، يعني هل الجندي ما زال موجود على رأس عمله أم تمت إطالته على الأقل أو محاكمته؟ أنا متأكد وكل الشعب الفلسطيني عارف إنه مش راح يتحاكم ولا حتى راح يتم إقالته من عمله، لأنه دائما القانون الخاص بالاحتلال بينظر للشعب الفلسطيني فقط بعين واحدة، بينما العين اللي مفتحة بتكون لصالحه هو. إحنا ماشيين على عهدها، وكانت رسالتها إنه التغطية مستمرة، والحمد لله إنه لليوم التغطية مستمرة، وراح نضل على عهد شيرين مكملين هاي الرسالة. امبارح طبعا كنا في رام الله، كان وضع حجر الأساس لمتحف شيرين أبو عقل للإعلام. إن شاء الله خلال زمن قصير رح يكون هذا الصرح الإعلامي الكبير موجود لكل الإعلاميين.